يدخل هنا يغيب عن الدنيا وما فيها. أتستحي أن تدخل معي فنكمل حديثنا؟ قال يوسف: هذا مكان سيدي، لا ينبغي أن يدخل فيه غيره. يوسف، سيدك لا يغضبه أن تساعدني بشبابك. قال: مكتوب في قانون الملك، يقتل العبد الذي يلغ في إناء سيده قتلا ذريعا، أو يسجن، أو يعذب مدى الحياة. لا، ليس كما فهمت. إن ذلك الذي يغتصب مولاته بالقهر والإكراه. أما الرضا والحب فهما فوق كل شيء، فوق القوانين والملوك. تعال شاركني هذا الشراب، إنه طيب. قال يوسف: قد علمت مولاتي أني لا أشرب الخمر، فلو كانت من الطيبات لما حرمها الله. أما ترك ربك شيئا أرغبه إلا وحرمه؟ طال مقامك في بيتي منذ قدمت علينا غلاما يافعا، حتى صرت فتى عارما، وما زلت بدويا تعبد إله البت. يوسف، أتحب أن أغني لك؟ كانت عندي قينة مغنية وفتى مغني، وكان عاشقين، كنت أجلسهما عند قدمي وهما ينشدان، وكنت أتظاهر بالنوم فكان يسترقان القبلات. كان يوسف لا يزال منبهرا بهذا المشهد المثير الذي يراه لأول مرة في حياته. كان يحاول أن يستجمع شتات نفسه وقلبه، ولكن المرأة كانت تبث حوله مناخا شهوانيا حارقا، إعصارا جارفا يشوب الإرادة ويغش البصيرة ويطلق الغريزة، ليتردى بها الإنسان كبهيم وليهوي كغريق استسلم لجاذبية القاع. ولقد همت به وهم بها، ولكنه ذكر ربه في هذه اللحظات الرهيبة، فرأى برهانه في قلبه، وأضاءت جوانب نفسه بنور التقوى، فإذا هو مع الله يدعوه خوفا وطمعا، وإذا الله معه يعصيه ويهديه. وسمع صوت أبيه يعقوب يجلجل في أعماق روحه، يلومه ويقول له: يوسف، أتفعل فعل الجاهلين وتطمع أن تكون مع آبائك في ديوان الأنبياء والمرسلين؟ يوسف، هيت لك. هذا بلاؤك يا ابن يعقوب، هذه محنتك التي كتبت عليك. فاعتصم بالله واستمسك بحبله واستغف به كاستغاثتك به وأنت في غيابة الجب، حتى تنجو من هذه المحنة وتخرج منها سالما، فتفوز بخير الدنيا والآخرة. يوسف، ماذا تنتظر؟ هيت لك. قال: معاذ الله،
إن ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. يوسف، لا محرب لك مني، كن لي منذ الآن أولك ملك العزيز بعد موتي، وإن شئت أعجل لك به. يوسف، لا تدر لي ضحك. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر، فانسلخ يوسف من قميصه وتركه في يدها، وأسرع يعدو خارج الحجرة. انظر، هذا قميصه في يدي، وجدني في حجرتي وحيدة والبيت خال علينا، فتحجم علي وأراد بي السوء، فلما صرخت ترك قميصه بجانبي وهرب. يوسف، إياك أن تتحرك من مكانك. ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي. أنا أنظر إليك أيها العبد الخائن. أنا ابن أمها، وأنا الآن في مقام أبيها. أعرف هذا، فانظر ماذا ترى. خذ قميصه من يدها وانظر فيه. إن به قدا وتمزقا حديث الوقوع. انظر، إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. لبه قدا من دبر، إذن هو كان يجري أمامها وهي كانت تلاحقه وتجذبه إليها من دبر قميصه، فانقض القميص من جذبتها إياه. ما هذا يا ابن عم؟ أتكذبني وتصدق العبد؟ يوسف، أعرض عن هذا، إنه من كيدهن، إن كيدهن عظيم. وتثبت بنفسك من كل شيء؟ قتلت يا مولاي إن أخفيت عنك سرا أو قصرت في خدمتك. الغلام ذو علم وذو رأي، اختبرته في كل كلمة كتبها، وكتب أمامي، وطابقت رسم يمينه على رسمه بالسجل. فهو غلام مملوك. غلام كنعاني رائع الحسن، اختصت به امرأة العزيز نفسها. لا ريب يخون سيده فيها. إن تعجب يا مولاي فأعجب لأمانة هذا الفتى ومتانة خلقه. ابنة عمي وهي في قمة الجهة الأنثوي تراود الفتى عن نفسه وقد شغفها حبا، فيستعصم ويأبى أن يخون سيدا. إنك أصبحت تتكلم كلام العجائز، تترك الحقائق وتثرثر بالشائعات. أن لمثلك أن يعلم بما بين امرأة وعبدها الجميل في غياب زوجها. كأن قدر الغلام كان يسوقني لأكون شاهد عيان للواقع. لما دخلت مع العزيز إلى قصره وجدنا جناح المرأة قد أخلي بأمرها من جميع العبيد والخدم،
فلما بلغنا باب حجرتها وصرنا في مواجهة الباب سمعنا أقداما تستبق نحوه، ثم وجدنا الباب ينفتح بشدة، وإذا بالفتى خارجا مندفعا وقد انسلخ من قميصه ويد المرأة خلفه قابضة على دبر القميص. هو الذي أمامها يفر منها؟ أجل، وهي التي خلفه تشده إليها من قميصه؟ أجل. لو لم تشهد هذا بعينيك مع زوجها لأمكنها أن تلفق التهمة له بأشد العقوبة. عبد يريد أن يغتصب زوجة سيده، ما عقوبتها؟ السجن مدى الحياة أو الصلب على مشارف المدينة حتى الموت. أسمعت ذلك بأذنيك؟ أنا ما قلت شيئاً. ماذا؟ امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه. مولاتي، كأن وراءك شيئا. أجل مولاتي، الكلام عنك كثير. عني؟ أجل يا مولاتي، نسوة بالمدينة يمكرن بترديد سيرتك. عن أي شيء؟ عن أمر لم أره ولم أشهده. وما ذاك؟ عن يوسف. من؟ مولاتي، اذكري إخلاصي في خدمتك وصدق نيتي في نصحك ولا تغضبي علي. نسوة في المدينة يرددن سيرتي عن ذلك العبد الكنعاني، قطعت ألسنتهن. إن القصة انتشرت في أهل مصر فتحدث النساء. أية قصة؟ قصة استباق الباب وجذب القميص وحضور العزيز ومؤتمن الملك. إلي بالصوت، لأقتلن ذلك العبد الكنعاني الفاسق. يشيع عني الأكاذيب ويتقول علي. مولاتي، إن الفتى لا يبرح غرفته أو عريشة البستاني، دائم الصلاة والبكاء لربه. ما رأيته يتصل بأحد من الناس، ولو تقول بشيء لكنت أنا أول من سمع به. إلي بالصوت. مولاتي، هذه قائمة بأسماء كبيرات النساء في المدينة ممن سمعت بمكرهن. وأي مكر؟ نهشن سيرتي وأشبعنني غيبة ولوما وتشهيرا. والآن صرنا على حسابي بأجمعهن ربات صون وعفاف. أطهور، ما هذا؟ أكثر من 200 اسم؟ مولاتي، لقد تخيرت منهن الكثيرات ووضعت علامة أمام المختارة منهن. أين المختارات؟ لا بأس، مجموعة لا بد منها. هذه أعفهن مظهرا وأفحشهن سلوكا، وهذه أحسنت الاختيار. وهذه أشدهن غرورا، وهذه أصلتهن لسانا.
وهذه أزهاهن بحظوة وجمال، وهذه عشاقها بعدد سني عمرها، وهذه هذه الشيطان بعينه. أحسنت الاختيار مولاتي، لم أتجاوز العدد كما أمرت. اذهبي إلى ذلك العبد الكنعاني الذي أصابني بسببه ما أصابني، مريه أن يكتب لكل واحدة منهن دعوة على بطاقة، واحملي البطاقات بنفسك، وضعي في يد كل واحدة منهن دعوتي لها. مولاتي، فمتى يكون اجتماعهن بمولاتي؟ كم بقي على اكتمال البدر؟ 6 أيام، يوافق ليلة الأربعاء، فذا موعدهن. حتحور، مري صاحب المطبخ يأتيني. حنيبال، تقدم يا حنيبال. اسم كنعاني. مولاتي قتلت كنعان. مولاتي، أنا عيلامي، أسماني أبي حنيبال، أي العبد المنحني أمام بعل، وينطقها الحثيون هنيبال. ما لنا وهذه الأوشاب التي تقذف بها شعوب الأرض؟ يا مولاتي، هل عضبتك في شيء؟ اسمعني، دعوت صويحبات لي فيهن نساء الملك ونساء الوزراء ونساء علية القوم، تعد لكل واحدة منهن متكئة، وتقدم ألوانا من الطعام والفاكهة مما لا يعالج في الأكل إلا بسكين ماضية. أتفهم يا حنيبال؟ السمع والطوع. هل عندك من السكاكين ما يكفي لكي تعطي لكل واحدة منهن سكينة؟ أجل يا مولاتي. تشحذ السكاكين حتى يصير حد السكين كمبضع الطبيب، كخنجر قاطع الطريق، كسيف المحارب. السمع والطوع. هلم إلى ما أمرتك به. قد أقبلت السيدات العاليات المقام. حسنا حنيبال. مولاتي، ماذا أعددت لنا؟ كأسا صغيرة من الشراب، ثم أبدأ بالتفاح والدراقن، ثم أختم بالمشهيات من الشواء والسلوى المطهوة في الزب. لا بأس. أيها العبد الكنعاني،
هل ارتديت ثيابك الجديدة؟ حسنا جدا. هيا اخرج عليهم. وألقي على كل منهن تحيتك، ولا تترك واحدة إلا وقفت بين يديها فتنظر إليك عن قرب وتكلمها وتكلمك. فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن. يوسف، قد أطلنا وقوفك حتى طاشت العقول وجارت السكاكين وسالت الدماء. يوسف، عد إلى حجرتك. ماذا رأيتن؟ ماذا رأيتن؟ أعهدتن فتى كهذا؟ ما هذا بشرا؟ فذلكن الذي لمتنني فيه، ولقد راودته عن نفسه فاستعصب، ولئن لم يفعل ما آمره به ليسجنن وليكونا من الصاغرين. وانسل يوسف من القصر إلى عريشة البستان لينفرد بربه في ذلك الركن القصي. يوسف، يوسف، أي سحر فيك يا يوسف؟ أوتيت ما لم يؤته رجل من قوة التأثير على النساء. هي ذي الدنيا بين يديك، فتمتع، تمتع يا يوسف. تخير من شئت وأرسي إليها، ولكن ابدأ بامرأة العزيز. إن تعطيها ما تحب تطلق يدك في كل شيء، حتى في كتب العزيز وأختامه، فتحكم الدنيا كلها بالقبلات، وتعطي من تشاء وتمنع من تشاء. وتلفت يوسف في الظلام وقال: ويلك، أعرف هذا الصوت الذي ينبع من الغفلة والظلمات. يوسف، يوسف، إني لك ناصح مشفق أمين. احذر كيد هؤلاء النسوة إن أعرضت عنهم والتزمت طريقتك، فما أيسر أن يلفقن تهمة لك عند الملك تطيح برقبتك. يوسف،
انظر بعيدا، لم تنصرف النسوة حتى تركت لك مع فتيان القصر موعدا بينك وبينها. ولم يتمالك يوسف نفسه، فراح يحفن الحصى ويرجم به هذا الشيطان ويصيح في وجهه: اغرب عني، اغرب عني. ثم جثى لربه ضارعا وقال: يا رب، كانت واحدة فصرنا جماعة. اختر لنفسك يا يوسف. وأهم من أمور الدولة أمور قريبتي سيدة قصرك. يا ويلي من قريبتك، إنها لا هم لها إلا أن تلقي بالفتى الكنعاني إلى السجن. اسمع، ألا تذكر ذلك التقرير الذي كتبه ذلك العبد حين اصطحبناه في واحة بيت البقرة؟ وكيف لا أذكر هذا التقرير المفقود الذي عثر عليه رجالك، فأقام الملك الدنيا من أجله وأقعدها، إذ حسبه تقرير جاسوس تضمن ما رآه في البلاد من عيوب الحكم. إن التقرير تضمن أيضا فقرات عن إصلاح إقليم أهنسك، وكان الملك معجبا بالرأي الذي تضمنه جدا، ولعله ظل مختزنا في عقله حتى قام بزيارته الأخيرة لأهناسيا فعاوده الاهتمام بإصلاح إقليمها. إن محنتي الآن هي في ندب الملك لي شخصيا للقيام بهذا المشروع بعيدا عن أوريس. معنى هذا أنني سأضطر إلى البقاء أياما في كل شهر في أهناسيا. لا يسد عنك في هذه المهمة إلا واحد فقط. من؟ الفتى البدوي يوسف. كيف؟ إنه حفيظ عليم، تقيم هنالك، يتولى كل شيء بالنيابة عنك حتى أختامك، تفوضه في وضعها على ما يرى من كتب لإنجاز العمل. وإنه لأمين في ظاهر الأمر أمام الناس، هو مجرد عبد يعرض عليك ويصدر عن أمرك، وفي حقيقة الأمر يقوم بالمهمة كلها ويكفي كما يشغلك. وفي نفس الوقت نبعده عن قريبتك التي تصر أن تلقي به في السجن. إن كيدهن عظيم، ولكن كيد سيده الذي في السماء أعظم. وتولى يوسف مهمة العزيز في استصلاح إقليم الفيوم ليحيله إلى حقول تأتي بالمحصول الذي يطعم الناس ويكسوهم. كان عملا مباركا استغرق عامين، قاد فيه يوسف الأيادي والعقول بمهارة عظيمة حتى أتمه على أحسن وجه. وقام الملك بجولة في الإقليم، فلما عاد إلى هواريس أقام حفلا عظيما توج فيه العزيز بتاج يعلو تاجه المستقر فوق رأسه. بإذن من يدخل هذا العبد إلى القصر مرة أخرى؟
يجب أن لا نقابل الإحسان بالإساءة. النتاج الذي وضعه الملك على رأسي هو الذي يستحقه لو أنه كان حرا، هو الذي قام بهذا العمل المجيد باسمي وفي خدمتي. كان ينبغي أن تقول هذا للملك، أما هنا فإما أنا أو هذا العبد. ليس له مكان في مصر إلا عندي. بع، اسجن، اقتل. لا أطيق أن تلتقي عيناي بعينيه الآن. أما رأيت نظرات الناس تحدق بي في الاحتفال اليوم؟ بسبب من أقاويل الناس؟ بسبب من همزهم ولمزهم؟ بسبب من نظراتهم المسمومة التي يجلدونني بها في كل مكان؟ لا، لن يبقى هذا العبد تحت سقف بيتي ولا للحظة واحدة. يوسف، قم أيها الفتى، اجمع متاعك واتبعني. أيها الضابط العظيم صاحب سجن الملك الإله، عزيز مصر المفدى قادم إليك. عزيز مصر قادم إلي؟ ما كان ينبغي أن يحدث ذلك، بل يجب أن أصعد أنا إليه. لا عليك يا صاحب السجن، إنما جئت لأعهد إليك بوديعة غالية لا مكان لها إلا عندك. أفي هذا المكان اللعين تحفظ الودائع الغالية؟ أحياناً حين يشتد حرص المرء على جوهر ثمين لا يأتمن عليه إلا جوف الظلام. إن الوديعة التي جئتك من أجلها يا فتاي ليس له في هذه الأرض غيري، أنا مولاه، اشتريته ابن 12 سنة، هو مني بمنزلة الولد، ولكن لا مكان له في بيتي. فكرت أن أعهد إليه بأحد أصحابي، ولكني وجدت أن باطن الأرض صار خيرا من ظاهرها، وأن السجن أأمن من الدور. وأعلم أنني ما أنزلته هذا المنزل إلا حين استشرته فاختاره إلى حين. أما إذا أبدى رغبة في الخروج فأرسل، وسأود عندك مكتوبا لك مني بذلك. ووجد يوسف في السجن قوما انقطع رجاؤهم واشتد بلاؤهم، فكان يعزي الحزين ويعود المريض ويداوي الجريح ويصلي الليل كله ويبكي من خشية الله حتى تئن لبكائه جدر السجن وسقفه وأبوابه، وطهر به السجن واستأنس به المسجونون، فكان لا يخرج أحد من السجن إلا ودع يوسف وبكى لفراقه، ثم عاهده على ألا يموت إلا مسلما حتى يلقى الله في صحبته. Thank you.
ومات العزيز في الفجر بغير وعكة ولا علة، وتولى مكانه عزيز جديد، فعزل عمال سلفه وعين مكانهم عمالا من قبله. أيها السجين، ليس عندي أمر باستثنائك وامتيازك. الآن تنزل إلى السراديب مع المسجونين. قال يوسف: إن الحكم إلا لله، عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. نزل يوسف السجن وراح يدعو إلى الله. أيها الفتى، ما أحسن حديثك، لقد بورك لنا في جوارك. من أنت يا فتى؟ قال يوسف: إن أهلي من البدو، وهم لا زالوا يسكنون أرض كنعان، أما أصولي فتنمى إلى العرب الذين أقاموا حضارة بابل وما حولها. فلما أكرم الله جدي برسالته ونبوته فارق دين قومه، فهاجر من دياره وعبر الفرات فسمي بالعبري. فعربي أم عبري أم بدوي أم كنعاني؟ قال: نادني بأيها شئت. من أي البدو ومن أي العابرين الفرات في أرض كنعان؟ قال: أنا يوسف ابن صفي الله يعقوب، ابن بشارة الله إسحاق، ابن خليل الله إبراهيم، فأنا نبي من نبي من نبي من نبي. فماذا عندك من علامات النبوة؟ قال: أعبر الأحلام بوحي الله تعالى، فلا تقع إلا على الوجه الذي أولتها به. يا هذا، ألست الفتى الذي راودته امرأة العزيز عن نفسه؟ فلما استعصم وأبى الفحشاء عزمت على زوجها حتى زج بك في السجن. قال: ما أحب أن أتكلم في هذا، ولكننا نعرفك وقد رأيناك من قبل في معية الملك في واحة بيت البقرة، إذ كنت بين خدم العزيز وحشمي. أما تذكرني؟ أما رأيتني أجلس على يمين الملك وتحت قدميه؟ أنا ساقي الملك. قال: بلى أذكرك. وأنا كنت خباز الملك وأدعى نغلاف. فما قصتكما؟ نتسلى بها. قال: أنا أقص خبرهما. وأنى لك أن تعلمه؟ ما يعلمه إلا نحن والملك. قال: الله نبأني به وحيا من عنده، آية لكم جميعا. فما خبرنا؟ قال يوسف: إن جماعة من المصريين أرادوا المكر بالملك واغتياله، فدسوا إلى هذين الغلامين وضمنوا لهما مالا ليسما طعام الملك وشرابه،
فأجاب المؤتمرين إلى ما أرادوا. ثم إن الساقي رجع عن جنايته ولم تطاوعه نفسه عليها. أما الخباز فغش الملك وقبل الرشوة وسمى الطعام. فلما حضر الملك لعشائه قال له الساقي: أيها الملك لا تأكل فإن الطعام مسموم. وقال الخباز: لا تشرب لأن الشراب مسموم. فقال الملك للساقي: اشرب. فشرب فلم يضره. فقال للخباز: كل من طعامك. فأبى. فجرب الملك هذا الطعام في دابة من الدواب فأكلته فهلكت، فأمر بحبسهما. أنت تنطق باسم الآلهة، الله يتكلم وراء قلبك. أنت من جنس الآلهة، من قبيلها، من عشيرتها. قال يوسف للساقي وهو ينهضه: يا أخا المصريين انهض، فلا سجود إلا لله الواحد القهار. يا سيدي إني أراك من المحسنين، وقد قلت إنك تعبر الأحلام بوحي من الله، وإني قد رأيت رؤيا. إني أراني أعصر خمرا. وأنا كذلك رأيت رؤيا أريد أن تعبرها لي. إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. نبئنا بتأويله، إنا نراك من المحسنين. قال يوسف: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، ذلكما مما علمني ربي. يا صاحبي السجن، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه. أنا ما رأيت شيئا، إنما قلت في نفسي: أختبر هذا العبد العبري المتقول. قال: قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. أن ابنة عمي سيدة القصر تحد هذا الحداد الطويل على زوجها، وتحزن هذا الحزن الشديد على موته. أتعلمين يا حتحور أن الملك أراد أن يضمها إلى حريمه فاعتذرت، وقبل الملك اعتذارها واحترمه لخرابتها مني، ولولا ذلك لحملت برغمها إلى القصر الملكي. فهي ولا ريب من أجمل نساء عصرها، ولكن أين هي؟ ما لي لا أراها كعهدي بها. مولاي، إن مولاتي تمر بأطوار غريبة ما كنا نتوقعها منها. اعتزلت آلهتنا ومعابدنا، واتخذت من حجرة يوسف محرابا تعتزلنا فيها ساعات من النهار والليل. فما دخلت عليها
إلا وجدتها تناجي إله يوسف بما وجدته في صحفي هذا، أو تنزل إلى البستان فتأوي إلى عريشة قصية كان يصلي فيها. عجيب ما أسمع من أمر مولاتك، لكأن حبها ذلك الفتى قد تمكن من قلبها حتى صدها عن الدنيا وما فيها. أما تعرفين يا حتحور أين ذهب مولاك به قبل موته؟ يا ليتني عرفت، كانت آخر مرة أرى فيها الفتى ساعة أن دخلت مولاتي من باب القصر مع مولاي العزيز الراحل، ومنذ تلك الليلة خرج العزيز بيوسف وعاد ولم يذكر أين ذهب به، ولم يلبث أياما حتى مات فجأة. لقد أثبت ذلك الفتى الكنعاني كفاءته مرارا، وكان من المحسنين في كل ما يفعل. لو علمت مكانه لاستدعيته واستخدمته في ديوان الملك، فإني بحاجة إليه. دعوني 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 دعوني، وش قوتها وش أمها وش أمها. يوسف أيها الصديق، لقد تحقق ما أنبأت، فلقد أخذ خباز الملك ليصلب وتأكل الطير من رأسه. ما أدري ما يفعل بي، أيصلبونني مع الخباز؟ أيقتلونني بلا ذنب؟ إني بريء، إني بريء، إني بريء. كيف يا رجل؟ كيف وقد أنبأك يوسف بالنجاة؟ آمن بالله يا رجل وأسلم له وجهك كما أمرت. إن تأويل يوسف وحي من عند الله، ومن أصدق من الله قيلا. إذن لا أرتاب في بشارتي، لم أرتجف، لم أبكي. يوسف ويحك، ها هو ذا أحد الغلامين الذي ظننت أنه ناج منهما، ولن ينبث إذا أطلق سراحه أن يرد الملك اعتباره ويعيده إلى خدمته. معك الآن يا يوسف أقرب الناس إلى الملك، معك الذي يملأ له كأسه ويناجيه، وها هي ذي قد انقطعت أسبابك، ومات سيدك الذي كان يهتم بأمرك وأنت في مصر وحيد غريب. يوسف، إنها فرصة الحياة يا يوسف، ولو فاتتك فلن تجد فرصة غيرها. هيا كلم الفتى، كلم الفتى، فإن صاحب السجن ينشك أن يقدم ليخلي سبيله فتفلت الفرصة من بين يديك. هيا. قد ثبتت براءة ساقي الملك الإله، تقبل تهنئاتي أنا أمير هذا السجن، واغفر واصفح ولا تذكر إساءاتنا. أعذروني أيها الأحباب، من شدة اضطرابي نسيت كل شيء، لا أكاد أصدق أنني نجوت. إني أخشى أن أتقدم إليكم وأبتعد عن الباب خطوات فيغلقوه خلفي. أشكر لكم حسن الصحبة وكرم المواساة والرفق بي.
يوسف ويلك انطق. وأنسى الشيطان يوسف ذكر ربه وقذف في قلبه الرعب من أن ينبذ في هذا السجن بقية عمره، فهتف في تلك اللحظة المهينة قائلا: يا ساقي الملك لا تنسني، فقد علمت أني مظلوم وقد انقطعت أسبابي عن الناس، فلن يسعى أحد في خلاصي. يا ساقي الملك اذكرني عند ربك. لا ريب يا يوسف، لا ريب. وأحس يوسف أن صرخته ذهبت في واد سحيق، وأن الفتى خرج لا يعي شيئا. محمد يا العالمين، يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون وهو بكل شيء عليم، إلهي إليك المشتكى وبك المستغاث وأنت المستعان، فألهمني حسن الاعتذار إليك واقبلني يا مولاي. إلهي كيف أرجوك وأنا أنا، وكيف لا أرجوك وأنت أنت. ذنوبي مهما كثرت لها حد وغاية، ولكن كرمك لا حصر له ولا نهاية. ذنوبي كبيرة في جنب نهيك، ولكنها صغيرة في جنب عفوك. إلهي لو أردت إهانتي لم تهدني، وقد هديتني للإيمان. لو أردت فضيحتي لم تسترني، وقد سترتني على ما كان. فلو قصر بي سوء توبتي فسعني بحسن مغفرتي. يا إلهي يا إلهي يا إلهي.
من آل؟ يا لك من ساق حاذق، كيف تحسن خلط الخمور؟ ما ذقت مثل هذا الشراب قط منذ أودعتك السجن حتى أطلقت سراحك. دم وانعم أيها الملك، وكل البرايا والأيام طوع يمينك. إلى أي شيء تطلعت بعينيك؟ ترى ما صرفك عني يا غلام؟ مولاي المقدس، لقد لاح لي ببابك مؤتمن الأسرار الملكية متهيبا أن يدخل عليك. في هذا الموهن من الليل؟ لا ريب أن وراءه ما حمله على ذلك. أشر له بالدخول. مولاي الملك الإله، أنفذنا مشيئتك، قبضنا على قوافل البدع العصاة في أنحاء سيناء، وهذا صك الأعدام أعددته ليمهره الملك الإله بخاتمه. مولاي الملك الإله، أمرتني كلما أردت أن تمضي إعدام أحد أذكرك بقضيتي، فلو ضربت رقبتي لذهبت بريئا، فالأناة والروية أولى. وقد ترى وجها يغني فيه هؤلاء البدو المقبوض عليهم. ويحك يا غلام، بالأمس جئنا الملك الإله بالأسرى من ثوار الجنوب، فردت على المسامع المقدسة كلمات كهذه حتى عدل عن إعدامهم وأمر بوضعهم في السجن. أتسع السجن أيضا لهؤلاء البدو بعد أن حشرنا فيه أسرى ثوار الجنوب؟ إني لقريب عهد بالسجن، وفي سراديبه ما يبتلع الآلاف المؤلفة فوق ما فيه. لا ريب أن الأناة أولى وفي السجن متسع. نعم نعم نعم، الأناة أولى وفي السجن متسع. أخذت ذلك يا مولاي؟ أجل، وهاك خاتم. ودخلت أفواج من أسرى ثوار الجنوب الذين يتبعون ديانة آمون، وراح يوسف يدعو هؤلاء الوافدين إلى الإسلام ويبشرهم بحسن آخرتهم إن استجابوا لله. وكان يغلب على ظنهم جميعا أن الملك يضرب أعناقهم، فكانوا يستمعون ليوسف يائسين، فبشرهم بنجاتهم من القتل وخلاصهم من السجن. وفي التو جاءهم البشير. إن الملك افتدى بكم
قواده وكبراء جيشه الذين وقعوا في أسر الخارجين عليه من قواتكم في الصعيد الأعلى، ولهذا جاءتني كتبه وأختامه بالإفراج عنكم الآن. إنباء الله لأنبيائه، اهتزت قلوب الرجال بفرحة النجاة، فلم يبارح أحد منهم السجن إلا وقد عاهد يوسف على أن يثبت على الإسلام وأن يدعو بدعوته ما استطاع. قذف إلى السجن بجماعة من البدو الذين أسروا ظلما وإرهابا. قال لهم يوسف: أبشروا واصبروا تؤجروا، ما عذاب الدنيا بعذاب وما نعيمها بنعيم، إنما هي دار اختبار، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. ما كلامك هذا عن مسامعنا بغريب؟ قال يوسف: فمن أي البدو أنتم؟ من جرهم. قال: فأنتم سكان مكة؟ وما علم أحد من الناس في هذه البلاد بمكة؟ قال: مكة هي أم القرى، وبها بيت الله الحرام، وهو أول بيت وضع للناس، وقد حججت لهذا البيت مع أبي وجدي وأنا غلام صغير. بارك الله فيك يا فتى، ما أحسن وجهك وأكرم خلقك وأطيب حديثك. ما بدد عني وحشة السجن إلا نور كلامك. حببتنا في هذا المكان الذي لا يحب، وبورك لنا في جوارك. قال: خبروني عن بني إسماعيل. أما الذي تريد أن تعلم من خبر بني إسماعيل، فإنهم تفرقوا في البوادي، فلم يبق في مكة إلا ذرية نابت بن إسماعيل وشيخهم يعرب بن يشكب بن نافع. قال: نعم، رأيته في صبايا وعرفته. ولكن الخبر الذي يسرك ويطرفك هو أن ملكا من ملوك اليمن كان إسماعيل قد عاهد جده وأباه على الإسلام، فحفظ لإسماعيل عهده، وقد علا شأن ذلك الملك وغزا الآفاق، وصار يسبي من كل أرض أصحاب الحرف والمهارات ليستخدمهم في عمارة بلاده باليمن، فسمي سبأ لكثرة سبائه في الأمم. فلما مر هذا الملك بمكة وضع الله في قلبه الجلال من بيته، وذكر عهد إسماعيل لأبيه وجده، فأمر بالبيت فكساه من حبرات الحرير والقصب، فهو أول ملك يكسو الكعبة. اللهم زد هذا البيت تعظيما وتكريما ومهابة وبرا، وزد منظاره واعتمره تعظيما وتكريما ومهابة وبرا. اللهم أيد هذا الملك الذي خضع لمجدك وتذلل لعزتك وتقرب لبيتك، وأيده بنصرك ما نصرك ودعا إلى دينك.
أيها الشيخ، أتدري ما اسم أبي؟ اسم أبي كاسم أبيك، فكلاهما يدعى يشجب. أجل، فأنا سبأ بن يشجب وأنت يعرب بن يشجب. أتدري ما اسم جدي لأبي؟ كان اسم جدك كاسمي أنا، فكلانا يدعى يعرب. أتدري لماذا سماك جدك إسماعيل باسم جدي يعرب، كما سمى أباك من قبل باسم أبي يشجب؟ أجل، إنما فعل ذلك احتفاء منه بالعهد الذي كان بينه وبين جدك قحطان. أتدري من هو جدي قحطان؟ نعم، هو نور ملك أسلم لله وترك ما كان يعبد أسلافه من ملوك اليمن الذين عاصروا إبراهيم وإسماعيل. يكثر في أجدادي اسم قحطان، فأيهم تعني؟ أعني رابع من تسمى قحطان من أجدادك، وهو أدناهم إليك. أما أعلاهم فهو قحطان بن أخي هود عليه السلام، وهو أبو العرب الذين بقوا على وجه الأرض ولم يهلكوا. وحتى جدي إبراهيم كانت تم وصوله الأولى إلى قحطان الذي كان أقرب أجدادنا إلى سام بن نوح. أيها الشيخ، إنك العليم، ولا أبرح هذا البيت الذي عظمه الله حتى أهدي إليك خير غنائمي وأنفسها لتكون أمانة عندك في خزانة الكعبة. غزالان من ذهب وأسياف قلعية من صناعة الهند وأدراع مذهبة مفضدة. فهذا هو آخر العهد بالبيت وببني إسماعيل. قال يوسف: إن هذا الملك سيبارك له في ملكه وسيعلو شأنه، وسيبني سداً يحكم الماء بين جبال اليمن حتى تقوم في بلاده آية جنتان عن يمين وشمال، يمشي الراكب فيهما أياماً وليالي آمناً بين حضارة وعمارة، يأكل الناس من رزق ربهم ويشكرون له، بلدة طيبة ورب غفور. Thank you.
تأويل الرؤى وعبر الأحلام، فإني قد رأيت الليلة رؤيا مفزعة. قد أتينا الملك الإله بأشهر كهاننا في هذا الباب وأبراعهم. أين هؤلاء؟ مولاي الملك الإله، فداك البشر، هل أحضر كأس الصباح؟ لقد مزجتها بأطيب الشراب لعلها تروق لك. لا أطيق أن أفتح فمي للهواء، نفسي منقبضة عن كل شيء حتى أعلم تأويل ما رأيت. مولاي، والحكماء والأطباء والمنجمون والسحرة، إني أرى 7 بقرات سمان حسنة المنظر خرجت من النهر فرتعت في مرعاها صحيحة سليمة، فخرجت في إثرهن من النهر 7 بقرات عجاف هزيلات قبيحة المنظر، فتمد خراطيمها فتأكل البقرات السمينات فلا تبقي منها إلا القرنين، أكلنهن وكنا عجافا فلم يزد فيهن شيء من أكلهن السمان. رأيت ذلك فعجبت وفزعت، ثم خذني النوم مرة أخرى فرأيت 7 سنبلات خضر انعقد حبها وامتلأت للنضج، فإذا 7 سنبلات يابسات صفر خاوية جافة تلتف على السنبلات الخضر فتحتويهن وتأتي عليهن، أكلنهن وكنا يابسات فلم يزد فيهن شيء من أكلهن الخضر الممتلئات بالحب. هالكني الرؤية، وأنتم أهل العلم والبصر بالكهانة والنجامة والعرافة والسحر، وأنتم أشراف القوم وعليتهم وأصحاب الرأي فيه. يا أيها الملأ، أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. أجيب مولاكم، فابدأ بما عندك أنت ولا تستعجلنا. ويحكم، هل أترككم يوما أو بعد يوم لتتشاوروا فيما سمعتم وترجعوا إلى صحفكم وعلمائكم؟ ما أحد في هذه البلاد أعلم منا، ولكن رؤيا الملك التي سمعناها ما كان ينبغي أن تهول الملك الإله أو تفزعه، فهي في رأيي أخلاط رؤى. أضغاث أحلام، نزغات لا تأويل لها، تعقب إجهاد النفس في شؤون الملك. إن الحلمين تأكيد لشيء واحد، 7 بقرات و7 بقرات ثم 7 سنبلات و7 سنبلات، أتعجزون عن تأويل ذلك؟ مولاي،
إنما أرادوا محو همها من صدرك حتى لا تشغل بالك. إذن يعلمونها ويخفون علمها عنك. ما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. اصرفوا الكهان، وأنتم أيها الحكماء، وأنتم أيها الأطباء. ما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. اصرفوه. مولاي الملك الإله، فداك البشر، إني أنبئكم بتأويله فأرسلوني. إن عبداً عبرياً أو كنعانياً رأيته في السجن كان يعبر الرؤيا بوحي من سيده الذي في السماء، عبر لي حلمي فكان كما قال، لم يخرم حرفاً مما تحقق لي، وعبر لي غيري فكان الذي يقول هو الذي يقع. فلو أرسل مولاي معي شاهداً من خاصته لسمع منه ما سوف يثير عجبه. ويحك يا غلام، اذهب وليذهب معك اثنان من رجال المقربين، بل ابقى انت معي. لما دنا فرج يوسف عليه السلام قذف الله إلى ملك مصر تلك الرؤيا التي رأى، فنزل جبريل عليه السلام يبشر يوسف بانتهاء محنته ويقول له: إن الله مخرجك من سجنك وممكن لك في الأرض، يطيعك ملوكها ويهابك جباروها، ويتبع الناس دعوتك فيدخلون بك في الإسلام أفواجا، ويسوق إليك أباك وإخوتك ليجعل رؤياك التي رأيت في صباك حقا. يوسف، يوسف أيها الصديق، أنا ساقي الملك، دخلت السجن مع الخباز فصلب ونجوت، ألا تذكرني؟ أنسيتني كما نسيتك؟ نما أنساني الشيطان أن أذكرك عند الملك، فلبثت بسببي في السجن بضع سنين. يوسف أيها الصديق، أما هذا فعزيز مصر الذي في مكان سيدك، الذي رباك ثم أودعك السجن ثم مات، وقد أرسله معي ليشهد علمك الذي علمه إياك سيدك الذي في السماء. أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف، وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات، لعلي أرجع للناس لعلهم يعلمون. وروى يوسف الرؤيا كما رواها الملك، لم يخرم منها حرفا، وهم يستمعون إليه في دهشة وروعة. ثم قال: السبع من البقرات السمان والسنبلات الخضر سبع سنين مخصبات، أما السبع من البقرات الهزيلات والسنبلات اليابسات فسبع سنين مجدبات. تزرعون سبع سنين دأبا زراعة متتابعة متوالية، فما حصدتم فذروه في سنبله، لا تنزعوه من قشره
لأن غلاف الحبة يحفظها من السوس والتآكل، إلا قليلا مما تأكلون، فادرسوه وأزيلوا قشرة لتطحنوا منه على قدر حاجتكم. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد، سنوات قاسية الجد، يأكلن ويستنفدن ما قدمتم وادخرتم لهن، إلا قليلا من المحصول لا تستنفدوه واحفظوه لتعيدوا زراعته مرة أخرى. هذا تأويل ما رأى الملك وما نصحت لكم فيه. وأزيدكم من علم الله شيئا لم تسألوني عنه، وهو خبر ما يأتيكم من بعد السنين الشداد. إيه يا يوسف؟ ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس بفيض النهر وصلاحية التربة وبركة المحصول، وفيه يعصرون، يعصرون أعنابهم وزيوتهم وضروع أنعامهم فيحلبون ألبانها. أيها الفتى، عجبت من صبرك وكرمك. لو كنت مكانك وسئلت عن تأويل هذه الرؤيا لما أخبرت من أرسله الملك حتى أشترط أن يخرجوني. قال: لا أستعجل ما أجل الله، ولا أستأجل ما عجله. أسلمت نفسي إليه، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. مولاي، هذا الكأس سيهدئ من أعصابك. لا أريد شيئا. إذن فأنتم تعرفون هذا العبد العبري؟ ما أدري أهو الذي أعرفه أم غلام سواء. إيتوني به. سمعا وطاعة. وأنت اذهب معه الآن وانزل إليه وانظر. هو الذي عرفته من قبل عند قريبتك. هيا، إني في انتظاركم. بل ابق معي أيها الساقي. أنا شاهد براءته. يوسف قد أرسلنا الملك لنأتيك به من فورنا هذا. قال يوسف: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللائي قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم. يرحمك إلهك يا فتى، لو كنت مكانك لبادرت بالخروج ثم حاولت بيان عذري بعد ذلك. وهذا هو أحزم الأمور، أتترك فرصة الخروج وقد رأيت كيف أنزلك العزيز الراحل في هذا السجن ثم مات قبل أن يدبر أمر خروجك، فلبثت فيه ما لبثت. فكذلك إن انتظرت الآن
قد تنصرف عنك نفس الملك فتبقى بقية عمرك. قال يوسف: إني على بينة من ربي، لا أخرج حتى يستقصي الملك عن ذنبي وينظر في أمري، هل سجنت بحق أم بظلم؟ إلهي إلهي يا إله الحق، يا من لا إله غيره، اقبل توبتي وأقل عثرتي واغفر زلتي. ربي، ما غضبت على أحد غضبك على مذنب استعظم ذنبه في جنب عفوك. إلهي، أنت لي كما أحب، فاجعلني لك كما تحب. ارحم ضعف عبوديتي بكرم ربوبيتك يا الله يا الله. مولاتي هتحور، ورائي رسول كريم. أما زال الناس يذكرون أنني أحيا على ظهر الأرض؟ الملك يدعوك إلى قصره. الملك؟ أجل، والرسول القادم إليك هو مؤتمن الأسرار الملكية. من؟ أجل يا بنت عم، أنا رسول الملك، فأسرعي فإنه ينتظر مخدمك. مولاتي، قد سألني مؤتمن الأسرار الملكية أن أعطيه قائمة بأسماء النسوة. أية نسوة؟ اللائي قطعن أيديهن. ربي، أما ينسى ذنبي؟ أما تغفر خطيئتي؟ رحماك يا بنت عم، هوني عليك، إنه يريد النسوة ويريدك ليتحقق من براءة يوسف. يوسف؟ وأين يوسف؟ كان العزيز الراحل قد أودعه السجن مرضاة لك، ثم لم يلبث أن مات فجأة، ولم يكن أدلى بمكان يوسف لأحد، فنسي في السجن وانقطع خبره. ومرت السنون الطوال، ثم رأى الملك رؤيا أفزعته، فأولها يوسف تأويلا أعجبه، فقال: ائتوني به. فذهبت إليه بنفسي. ذهبت إليه بنفسك؟ وماذا قال لك؟ قال: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللائي قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم. حتحور، هل وجدت القائمة التي طلبها ابن عم؟ أجل، ادفعيها إلي وأسرعي بتجهيزي لأبادر إلى دعوة الملك. ارفعنا رؤوسكن باسم الملك الإله. ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه؟ أجبن مولاكن، أما تذكرن الفتى الكنعاني الذي كان في بيت العزيز الراحل؟ أما تذكرن ماذا فعلت السكاكين بأيديكن؟ ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه؟ ها؟ ما علمنا عليه من سوء. نعم، ما علمنا عليه من سوء.
أيها الملك. الآن حصحص الحق. أنا راودته عن نفسي وإنه لمن الصادقين. تشهدين على نفسك وتبرئينه وهو غائب؟ ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. انصرفنا يا صويحبات يوسف. تبتلت بنت عمي وتطهرت والتزمت مصلاها منذ فارقها يوسف ومات زوجها. يوسف؟ أي غلام هذا؟ لعل مولاي الملك الإله يذكر علم الفتى وحفظه ولماحيته وقوة نفسه.